نتكلم النهارده على التطورات او التطويرات الحديثه في اجهزه الاستشعار. بتتمثل التطويرات الحديثه في تصميم اجهزه الاستشعار التي تستخدم المكونات البيولوجيه للتعرف على بعض المؤشرات الحيويه للامراض، بما في ذلك تحسين حساسيتها وخصوصياتها وانتقائها. هناك عده طرق لتحقيق ذلك، من ضمنها استخدام المواد النانويه او الانابيب النانويه الكربونيه والجرافين وجسيمات الذهب النانويه، ايضا استخدام المواقع الدقيقه التي تنطوي على التلاعب باحجام صغيره من السوائل في القنوات الدقيقه لتحسين كفاءه وحساسيه الكشف على العلامات الحيويه. اضافه الى ذلك، سمح التقدم في علم الاحياء التركيبي بتصميم وهندسه المكونات البيولوجيه مثل الانزيمات والاجسام المضاده، ما تحسين الخصوصيه والألفة للوسمات الحيوية للأمراض. ويمكن دمج هذه المكونات البيولوجية في أجهزة الاستشعار لتحسين انتقائها ودقتها في اكتشاف المؤشرات الحيوية للمرضى. ويركز البحث اللي أجرته إينال على تصميم مستشعرات ذات مكونات حيوية يمكنها التعرف إلى المؤشرات الحيوية للأمراض في عينة واحدة مأخوذة من مريض. لتحقيق هذا الهدف تعاونت سهيكيا إينال وفريقها بشكل وثيق مع الدكتور أشرف الداداد رئيس قسم الباثولوجيا المناعية والدكتورة فاطمة الهملان وهي أستاذة مساعدة في قسم المناعة والأمراض المعدية وزملاء العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في المملكة العربية السعودية، حيث استهدفت الشراكة المساعدة في تطوير واختبار أجهزة الاستشعار الإلكترونية الحيوية والتي تساعد بدورها في الكشف عن مسببات الأمراض بتكلفة زهيدة مع توفر الدقة والسرعة. وبشيء من التوضيح، بتقول الدكتورة إينال: هدفي هو تسهيل مهمة الأطباء في تشخيص المرضى في أسرع وأسهل وقت ممكن عبر توفير تقنية جديدة لتحل محل الاختبارات المعملية التقليدية. وتتابع تستهدف إتاحة أجهزة الاستشعار لهذه للأطباء لتوفير البيانات التي تساعد على تشخيص الأمراض بشكل أسرع. كما نأمل أيضا أن تدعم التقنية متخصصين في الرعاية الصحية في البلدان منخفضة الدخل والمجتمعات النائية والتي تفصلها مسافات طويلة عن خدمات الرعاية الصحية. وجدير بالذكر أن الدكتورة سهيكا إينال كانت قد تعاونت سابقا مع بروفيسور ستيفان أرنولد أستاذ البيولوجيا في الكاوس لتطوير شرائح إلكترونية قادرة على اكتشاف فيروس كوفيد 19 في عينات اللعاب، حيث تكون رقائقها قريبة من الحساسية لاختبارات تفاعل البوليمريزم المتسلسل التقليدية، وتقدم النتائج في غضون 15 دقيقة. نكمل المرة الجاية.